السلام عليكم مشاهدي قناة ماذا لو الكرام. العالم مكان جميل تشبه بعض أنحائه الجنان، يحدها شواطئ رائعة ومساحات خضراء، لكن ليس كل الأماكن على الكوكب آمنة تماما، واليوم سوف نعرض لكم أخطر الجزر في هذا العالم. جزيرة بيكيني، جزر مارشال، وهي عبارة عن نوع من الجزر المرجانية والتي تكون مرتفعة عن قاع المحيط. وتشكل ذلك النوع من الجزر والذي في العادة يتوسطه بحيرة لها مدخل ضيق وسط حلقة الشعب، وتكون المياه أقل ملوحة من المحيط. وتعتبر جزيرة بيكيني من أخطر الجزر في العالم لسببين: الأول هو وجود عدد كبير من أسماك القرش في مياهها، لذا أحياناً يطلق عليها جزر القرش. وعلاوة على أنه في عام 1946 حتى عام 1958 أجريت العشرات من التجارب النووية، وعلى الرغم من ذلك وبعد 10 سنوات تم إعلان أن المنطقة آمنة وبدأت تسكن، لكن في غضون سنوات قليلة اتضح أن مستوى الإشعاع ما زال خطيرا، وأن قرار اعتبار الجزيرة آمنة كان قرارا متسرعا. كيمادا غراندي، البرازيل، هي جزيرة بركانية على بعد 30 كيلومتر من سواحل البرازيل إلى الجنوب من ساو باولو، وهي معروفة أيضا بجزيرة الثعبان الذهبي أو جزيرة الثعابين. والثعبان الذهبي واحد من أندر الثعابين السامة في العالم، والذي يعيش على تلك الجزيرة فقط، وتتسبب لدغته في الفشل الكلوي السريع والوفاة بنزيف في الأمعاء بنسبة 7% من الحالات. والجزيرة أيضا متكدسة بكثير من الزواحف السامة، وتعتبر الوحيدة في التاريخ التي يطيح فيها مجتمع الثعابين بالبشر بعيدا عن مساحة من الأرض. في القرن 19 حاولت شركة برازيلية إقامة مزارع موز على الجزيرة، لكن الثعابين كان لها رد حاسم على استعمار البشر الذين لم تحميهم من هجمات الثعابين حتى أحذيتهم العالية، والتي كانت قادرة على تسلق الأشجار ومهاجمة العمال. وتوفي جميع العمال 3 من لدغات الثعابين، لم تستطع الشركة سوى تركيب منارة. لهذا السبب ومن أجل الحفاظ على الثعابين النادرة، أعلنت الجزيرة من أخطر الجزر في العالم. مياكاجيما، اليابان، جزيرة يابانية يقع فيها بركان مياكاجيما بجبل أوياما، ويعد بركانا نشطا حيث شهد عدة ثورانات خلال الحقبة الحديثة وتدفقات للحمم البركانية والرماد. وفي عام 2000 انفجر البركان، ونتيجة لانبعاث الغازات السامة من البركان أجبر السكان على إخلاء الجزيرة لمدة 4 سنوات ونصف. وعلى الرغم من إعادة افتتاحها لم تتوقف انبعاثات تلك الغازات، لكن بدرجة صغيرة، مما يدفع السكان المحليين لارتداء أقنعة الغاز بشكل دائم، وهم يعتقدون بأن هذا البركان الغادر يمكن أن ينفجر في الأوقات غير المتوقعة تماما. وحاليا يراقب نشاط البركان من قبل المعهد الجغرافي ومعهد الوقاية من الكوارث. جزيرة غرينارد، بريطانيا العظمى، الجزيرة أجريت عليها تجارب أسلحة بيولوجية في الحرب العالمية الثانية، وشهدت ولادة أخطر بكتيريا على وجه الأرض، بكتيريا الجمرة الخبيثة، حيث أجريت التجارب على تلك الجزيرة بمساحة 2 كيلومتر مربع بإلقاء قنبلة بيولوجية على 80 رأس من الأغنام. وبعد ذلك عاد الباحثون إلى الجزيرة لأخذ عينات من الحيوانات النافقة للتأكد من فاعلية هذا السلاح الخطير، والذي يمكنه تحويل مدن مأهولة بالسكان إلى صحاري قاحلة. وأجبرت الحكومة البريطانية على وضع الجزيرة تحت الحجر الصحي، ولعدة عقود لا يعلم أحد ما الذي يحدث على تلك الجزيرة بالضبط سوى الحكومة. جزيرة رامري، ميمار، اشتهرت هذه الجزيرة أثناء الحرب العالمية الثانية في يناير عام 1945، حيث التجأ إليها الجنود اليابانيون بعد اشتباكهم مع القوات الحليفة البريطانية الهندية، وبدأت القوات البريطانية هجوماً ضد الياباني من أجل استعادة الجزيرة المجاورة لإنشاء قاعدة جوية للاتصال مع البر الرئيسي. وفي فبراير عام 1945 هجم لواء المشاة الإنجلو هندي بدعم من القوات الجوية بالهجوم على الحامية اليابانية المكونة من 1000 جندي. عندما التجأ الجنود اليابانيون إلى الجزيرة لم يكونوا يعلموا أن المكان محفوف بالمخاطر، وعثر الجنود الإنجليز على بنادق اليابانيين بالقرب من المستنقعات، والذين كانوا قد هجموا من قبل تماسيح ضخمة وجائعة ليلا. ويؤكد بعض المشككين أن الجنود اليابانيين قد سحبوا إلى المستنقعات قبل ذلك بشهر، حيث أنهم ماتوا بسبب الملاريا وسحبت جثثهم التماسيح. وفي 19 و20 فبراير تم قصف الجزيرة من قبل القوات الأمريكية، وبعدها لم يتبقى من اليابانيين أكثر من 20 جندي، ويعتبر هذا أسوأ هجوم من قبل الحيوانات ضد البشر،
وقد سجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر عدد ضحايا من هجوم حيوانات في العالم. جزيرة سنتيل الشمالية الهند واحدة من الجزر البحرية التي تقع في خليج البنغال، وتقع إلى الغرب من الجزء الجنوبي في جزيرة أندمان، وتبلغ مساحتها حوالي 72 كيلومتر مربع، وهي رسميا تحكمها الهند كجزء من منطقة أندمان. ويسكن تلك الجزيرة قبيلة من السكان الأصليين الذين يقدر عددهم من 50 إلى 400 شخص، وهم يرفضون أي تواصل مع الحضارة أو أي تواصل مع الغرباء، ويقابلون أي محاولة للاقتراب من الجزيرة بالتهديد والسهام. لذلك لم يستطع أي شخص زيارتها، ولا توجد أي سجلات للاتفاق بين السكان الأصليين وأي حكومة، ووفقا للقانون الدولي يمكن تمثيلها ككيان بدائي تحت حماية هندية. وفي عام 2014 حدث تسونامي على الجزيرة، وبعد عدة أيام حاولت الحكومة إرسال مساعدات إلى الجزيرة، ولكن السكان هاجموا المروحية الحكومية بالسهام في نية واضحة لطردهم بعيدا عن الجزيرة.